الناس كلها تستنى اليوم البلان داميناجمون كلهم يلزمهم يبدلوا اليوم انت عندك دي بلان داميناجمون في رواد يا ولدي نتاع سيدي بوسعيد ونتاع كرتاج واحنا نتاع منطقه فقيره وزواول يعني المنطقه هذه ما تبنيش كان 200 متر الفوق وعنده حق باش يحب يبني كان 60 متر هذه التيبولوجي ما تقبلش هذه إيه قاعد تدرس فيها ماذوما قاعدين هذا كل مدرسين ونعرفوهم يبدلوا هي ما نجموش نبدلوهم القوانين نتاع مجله التاهي العمرانيه الجديده لتو ما صدرت نمشي انا نصرف 100 الملايين باش تعمل بلان داميناجمون واستراتيجي دو لافيل نمشي نصرف ونعمله ومن بعد نخرج يخرج للقانون يقول لي لا هذا ممنوع هذا ممنوع يلزم يصدر القانون قبل من بعد شوي نحكيو على القانون هذايا لكن كي نحكيو على القانون اليوم يتقال في تونس كون واضح معايا وسريع تسمع في تونس اللي القانون يطبق على ناس وناس لا فما ناس فوق القانون تتقال الجمله هذه موجوده وصحيح شكون من الناس فوق القانون فما ناس يعني ما زلنا نعيشوا باك شوف شكون الناس اللي فوق القانون من اليوم شكون الناس اللي تحب السلطه المركزيه ما تنجحش هما اكثر من الناس اللي يحبوا السلطه المركزيه تنجح الناس اللي ما يحبوش يعني. السلطة المحلية ما تنجحش هما أكثر ناس اللي يحبوا السلطة المحلية تنجح علاش؟ على خاطر عندنا السيستم القديم هذاك نتاع التفرد بالرأي وهيك الدكترة وهيك الأمور نتاع الإدارة العميقة وفلان يقضي الفلان وكذا اليوم كي تجيب ناس منتخبة باش ترفض المنظومة هذه فهمت وباش تحب تخدم وعدات قسم وأقسم تاع القرآن باش تطبق القانون بدون تمييز ومع مساواة الناس الكل كيف 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 الفقير كي الغني فهمت اليوم انت كي تجي حتى النواب اي والنواب وغيره فهمت انت اليوم كي تجي تاخذ قرار انا خذيت قرار في غلق محل ناقص كان بيجي قايد سبسي ما خرجليش من القبر باش يقول لي عايش خويا عايش ولدي ما تسكروش فهمت. كل كلموك عليه عن بكره تأبيهم فهمت مسؤولين في وزارات في الدولة سهل ياسر نقولوا هو قرار غلق مغازان جنرال كيفاش مغازان جنرال ايش بيه مغازان جنرال مختم ما يسكرش مغازان جنرال اي مهم تاع سي فلان وبرا سي فلان فهمت وفما تجاوزات اخرى اليوم احنا عندنا كوريات اليوم نتاع احسن فهمت مش لازم نذكر الاسامي نتاعهم طبعا ما نجمش نمسهم على خاطر نتاع سي فلان وسي فلان هما في وسط احياء سكنيه وتوا كان نمسهم تو تشوف شو تصير القيامه وتوا حتى الاعلامي يولي ضدك تتنحى أه؟ كان تمس نتنحى انا ما يهمنيش نتنحى لا تنجم تتنحى نجم مش نتنحى نجم نتفوشك خاطر اسهل حاجه اليوم نشريو حتى بالفلوس باش نحلوا مجالس بلديه فما مجالس بلديه تحلت بالفلوس شنو معناه بالفلوس راهو 50 زائد واحد باش ينتخبوا رئيس بلديه 50 زائد واحد باش تحل رئيس بلديه دونك اليوم زوز احزاب وما عرف شنو نتفاهموا ضد الحزب الفلاني وضد المنظومه الفلاني ونحلوا الحزب يتشري بالفلوس يتشري بالفلوس كلام خطير كلام خطير يا اخي هذا رئيس الجامعه الوطنيه ما دخلنيش الحبس كلامي فهمت هذا كلام موجود وصارت وصارت في برشا بلديات تحلت كيما كيما لا ما نجمش نسمي لك البلديه كيما علاش؟ لا فما زاد في هذه وخفت لا مش خوف خط احمر لا احترام زاد خط احمر لا مش خط احمر شكون مثلا نعطينا؟ لا لا ما نعطيكش لا لا ما نعطيكش فهمت خاطر كمان تحلوا ومشاو وتبدلت انتخابات رئيس الجامعه الوطنيه للبلديات على 10 قداش تعطي لوضعيه البلديات في تونس اليوم؟ ما انا ناحي بصفه عامه كان مثلا طموح رؤساء البلديات والمجالس البلديه نجم نعطيهم 6 على 10 كان على الانجاز كان على الانجاز ما نجمش نعطيهم حتى 2 على 10 بما فيهم مين راه اوف فهمت علاش على خاطر اليوم الدوله اش عملت لنا اليوم راه فما فصول قانونيه في الجامعه في المجله انه الدوله لازمها تدعمنا ماليا اليوم احنا فلوس الاناره نتاع ستيك كي نخلصوا ستيك احنا الضوء نخلصوا الضوء عندنا المليم الرابع والخامس يرجع لنا نتاع التصليح عندنا عامين ما رجعلناش الناس بخلصت البلديات خاطر عملوا لنا الصندوق نتاع التعاون ولا شنو كانت ستيك تعطينا الشيك ديريكت مباشره للبلديه عملوا لنا الصندوق لا اراك الله مكروه يعني يلزم حتى تخلص الناس الكل باش يعني فلوسنا تثبت من ستيك وانا احنا عندنا عامين ما خذيناه